تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية مي حريري من داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد إصابتها بحادثة بيروت بسبب قرب منزلها من مكان الحادث. وأعادت مي حريري نشر الصور المتداولة عبر صفحتها على تويتر، شيء اللي أكد صحة الصورة. ووضحت مي أن الصورة كانت من بعد يومين من الحادثة الأليمة وهي هلأ بخير، بس إصابتها كانت خطيرة، شيء اللي خلى الأطباء ياخدوا قرار وضعها على جهاز التنفس الصناعي. كما سبق ونشر الإعلام اللبناني عماد هواري صورة لمي حريري وعلق عليها: صورة النجمة مي حريري خلال نقلة لأحد المستشفيات بالعاصمة بيروت خلال إصابتها بالزجاج جراء الانفجار الكارثي اللي حطم البيوت والقلوب. وبعد يومين من الحادثة غادرت لبنان وبنتها سارة إلى لندن لتكمل علاجها هونيك. وأعربت النجمة أحلام بدورة عن حزنها الشديد على مي حريري ووجهت لها رسالة عبر حسابها على تويتر وكتبت: ألف سلامة عليك مي حبيبتي، طمنيني عنك، بعتذر ما سمعت عن الخبر إلا هلأ. واعتذرت لها وقالت: سامحيني أرجوك، وإذا في حد يطمن عليها أرجوكم. وردت عليها مي وتشكرتها على رسائلها ودعمها المستمر. وغادرت النجمة اللبنانية مي حريري بيروت واتجهت للندن من بعد ما انصابت من أنحاء عدة بجسدها بسبب تحطم إزاز الشباك حدها. وكانت مي حريري قد وثقت تحطيم إزاز بيتها وطلبت النجدة والمساعدة من خلال فيديوهات نشرتهم عبر حسابها على إنستغرام عبر الستوريز، وقالت: طلع انفجار وكنا متنا كلنا، بيتي راح وطلعنا بخير وسلامة وتكسرت الدنيا عندي، بس الحمد لله.